في بلاد الخير، إمارات الخير، نلتقيكم. In this great country of the United Arab Emirates, we achieve success after success. مع آلاف الحكايات سوف نفتح كتب الذكريات ونسمع منهم. كل هذا وأكثر في وثائق نجاح. معي أنا شادية الحسامي، نلتقيكم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومميزة من برنامجكم الوطني وثائقي نجاح، ويسعدنا أن نستضيف اليوم السيد باتريك بارسوميا. أهلا وسهلا فيكم مستر باتريك. إحنا كتير إنا الشرف بوجودك معنا اليوم في حلقة من حلقات برنامج وثائقي نجاح. يا أهلا وسهلا فيك. الشرف لنا. تشرفنا فيك. بداية حابين نتعرف عن شخصك الكريم أكثر. من هو باتريك وكيف كانت البدايات بدولة الإمارات؟ أوكي، أول شيء أنا جيت على البلد بال 2001 أول مرة، كنت بعدني تلميذ جامعة بلبنان. حلو. حبيت البلد، الوالد كان مقيم هون، حبيت البلد، حبيت طريقة الشغل اللي الإمارات متابعينها. حبيت الانفايرمنت، الانفايرمنت والأبنية. بتعرفي نحن وصغار نجي لهون عم نتعلم، نشوف هالتاورز اللي عم يطلعوا، سو اتس فيري هيك فيوتشرستيك. سو قلت حبيت انه لازم بروبلي نعمل شيء بدبي. سو جيت تخرجت من لبنان وجيت اشتغلت هون كمصرفي بالاول مع بنك الشرقة. كان عندي اكسبوجر على الشركات الاماراتيه كيف يشتغلوا، وانا شخص مخرج جديد شيء ما بعرف شيء بالبزنس وورلد. صح. سو كانت بدايه كثير حلوه اتعرف على الشركات، يعني كذا نوع من الشركات، نشوف كيف بيشتغلوا، كيف نجاحاتهم، كيف شو السيئات شو الحسنات، وتعلمنا خلال الفتره. ورجعت عملت اداره اصول، نقلت مع شركه امريكيه بالدي اي اف سي، وسنتين من بعدها قررت انه اعمل شيء لحالي. هذا القرار اجى منك او كان في بوش من حدا تاني؟ كان في كارجمنت من حدا تاني؟ لا، كان قرار لك. اول ما قررت وبلش البزنس تبعك لفتره شهرين ثلاث شهور، خلينا لست شهور اول، قديش كان صعب او سهل البدايات؟ شهرين ثلاثه كثير صغار. سنه واثنين. لانه لين وقفت يعني؟ وقت الشخص يكون عنده معاش عم يجيك لاخر الشهر بيقرر يوقفه لهذا المعاش بايده. صح. ويبلش ياسس لحاله. صعبه كثير، صعب. يعني الحمد لله. كيف تعاملت مع الوضع بهالفتره؟ لا، بدنا المسابره هي اهم شيء. والتشالنج في دراسك انه خلص بدنا نوصل. ما في there is no chance for failure. صح. ما فينا نفشل. عنا عيال بدنا نتعلمهم. كان عندي اول ولد كانت جديده، يعني خلص ساره خلقت وخلص الحياه بالنسبه لي بدي بلش اوصل لمحل انه وقت يكبر ويكون حدهم. صح. فانت بالوظيفه برايي صعبه، اكيد بدك ضلك موظفه كل حياتك. صح. بدي اسس شيء هلا، بدي اخذ تشانس اسس اوصل تكون حدهم in the future. So مرقنا بكتير صعوبات، بس وقتها بتكوني مسالة وبتشتغلي صح بهونستي وصح، وحواليك تيم بيساعدوك انه توصلي، النجاح لازم يكون قريب. حابين نتعرف اكثر عن شركة بروسباي، شو الخدمات اللي بتقدموها بطريقة اعمق يعني؟ بروسباي هي شركة، يعني مختصر مفيد، هي شركة ديكور داخلي وتنفيذ الديكور الداخلي. نحن بدايتنا كانت بتجارة المفروشات، ومع الوقت طورنا توصلنا للانتيريور ديكوريشن اند كونستراكشن. كيف وصلنا لهون؟ فرجينا الزبون اللي كان ياخذ منا الفرنتشر انه نحن عندنا طريقه شفافه، طريقه بروفيشنال بالتعامل، وقالوا لنا ليش ما بتعملوا لنا الشغل هاي، الشغل هون، الشغل هون، يعني كانوا بالانتيريور. ما كنا نحن بعد داخلين بالانتيريور، وانا كوني مصرفي بعرف اداره. صح. بس ما بعرف
بالانتيريور شوي شوي بلشنا نجيب التالنتس، يعني صار عنا انتيريور ديزاينر، رجعنا جبنا بروجكت مانجرز، اشترينا يعني عملنا انفستمنت بمنجره، صرنا نعمل برودكشن نحن لقلنا، كل شيء اسمه خشب حديد كهرباء صحيه، كل هالامور نعملها، كل شيء بالداخل. حلو. سو شوي شوي تطورنا. سو اليوم نحن زبون بيجي لعنا بيقلنا مثلا بده يعمل مطعم، من اول ما نبلش بالديزاين لناخذ الرخص اللي لازم ناخذها بالبلديه للتنفيذ لاستلام المفاتيح كله عنا. يعني الزبون لازم نرايحه قد ما بنقدر مشان هو يكون عم هيز فوكسينج على الامور اللي هو بيفهم فيها. يعني صح. مثلا مطعم انا ما بعرف اطبخ، صح. هو اللي لازم يشتغل على هذا المبدا. فانا لازم رايحه من منطقه الكونستراكشن والديزاين والاكزكيوشن تا هو يكون عم بيعمل فوكس على الشغل اللي هو لازم يكون يقوم فيه، ما يضيع وقت. سو مجال الانتيريور ديزاين اكيد بدولة الامارات فيه منافسة قوية، خلينا نحكي، بس اكيد مستر باتريكس هي something special، حاسس انه انا بعمل اشي غير اللي بيعمله الاخرين. سو وات از سبيشال ان يور ورك ان يور بزنس؟ الفرق ما بعرف اذا الفرق بينه وبينهم، بس انا ما بتطلع كثير لبرا، انا بتطلع انه لازم يكون برجع بعيد شفاف. هدول البرنسيبلز اللي حضرتك ماشي عليهم. انا بدي يكون مع مين ما كان، مع الموظفين او مع الكلاينتس او مع اي حدا، لازم نكون شفافين مع بعض. أكيد. لازم نكون عم نشتغل بطريقه بروفيشنال. لازم المصاري مش مهمه، يعني الكواليتي اهم، هي مهمه لنكمل العيش، لنكمل المشوار، بس بنفس الوقت مش لانه بدنا هالمصاري منوفر بيكون في بالانس بين ذا كواليتي اند اند اماونت. في شيء اسمه كريديبيليتي. صح. نحن اليوم انا اليوم ما عندي شيء غير بروسبيس. بروسبيس اذا اسم بروسبيس بينتكس ما بقى في شيء. اكيد طبعا نعمل كل شيء تا شركه كسمعه الشركه تضل 100%. اكيد هذا اهم شيء، هاي اهم شيء بالنسبه لي. هذا اهم شيء استاذ ماتريكس. اكيد نجاحك ما وقف لهون، اكيد لسه عندك طموحات احلام، شايف حالك باشياء ثانيه، شايف حالك يعني أكثر تطور، شايف حالك في إشي كتير كبيرة بالمستقبل، يمكن حابب يشارك it with us today. يعني أكيد بمجالنا the sky is the limit، بس أنا زلمي واقعي، يعني أنا بعمل أنا بصنع الدرجة اللي بدي أطلع عليها. صح. إذا مني وسأن إنه فيي أعمل هاي الخطوة ما بعملها. أكيد. بس يعني كوننا كنا شركة ولا حتى صغيرة، كنت وان مان شو، كنت لحالي. وشوي شوي صرنا اليوم 40 أو 50 شخص. حلو. بالشركة صرنا سمول، يعني فينا نقول انه صرنا سمول نايس سمول بزنس. صرنا من 2014 واقفين على اجرينا، مرق علينا كوفيد، مرق علينا مصايب، وبعدنا واقفين على اجرينا. يعني في شيء منيح عم نعمله تبعدنا واقفين وصامدين. اكيد بتأمل انه نكون من هالشركات الكبيرة، بس الفيجن منه انه نكون كبير، الفيجن انه نكون عم نعطي the best service للكلاينت. صح. كل شيء تاني بيجي لحاله، يعني نكبر مع الكلاينت، نصغر مع الكلاينت. صح. سو بالنسبة لي الحجم منه مهم، المهم شو عم نعطي بالسوق، شو اسمنا بالسوق، ومين نحن بالسوق. كيف اتخطيتوا مرحلة كوفيد 19؟ صراحة الشركة انا مثل ما انا عاملها هي انه اذا نحن اليوم عندنا حاجه ل 100 موظف او 200 موظف تيعملوا الشغل اللي بايدنا، نحن وي امبلوي اونلي 1/3 33% من العمال بيكونوا من عندنا، والبقيه بنجيبهم من السوق. هذا اللي خلينا وقت صار في كوفيد، انه وقت نزل السوق ما كان عندي هالاوفر هيدز الكبار اللي هن اللي بيأذوا عاده الشركات. بنفس الوقت اكيد ما حدا كان شايف انه جاي كوفيد. صح. اكيد. بس هاي الطريقه هي خلتنا شوي تو كنترول الكوست. حلو. بنفس الوقت مثل كل هالعالم عملنا نيغوشيشن مع السبلايرز، عملنا نيغوشيشن مع اللاندلوردز محل ما نحن مستاجرين تنخفف العبء. واهم شيء نعمل هو في كثير شركات سمعنا انه حط يعني شحطوا موظفينهم او حتى سكروا، حتى او سكروا الشركه لثلاث اشهر واربع اشهر وست اشهر. انا من
من اللي بيأمنوا انه التالنت اللي عندنا اياه لازم يبقى نحن على صح. سنين نشتغل عليهم مش مشان بنهار واحد او جمعه او شهر نقول لهم مع السلامه. صح. بقى جيت جمعتهم قلت لهم عندنا خيرين، او بدنا نشحط اثنين او ثلاثه تنضلنا عم ندفع المعاشات ونعيش، او كلنا سوا انا وجار كلنا سوا بدنا ناخذ كات على السالري تبعولنا تنخلي كل واحد بوظيفته. صح. وهيدا اللي صار، كان قرار جماعي انه كلنا وافقنا انه ناخذ الكات لمرحله معينه تنضلنا على رجلينا، وهيدا اللي صار. حلو استاذ باتريكس، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله مستقبلا، نشوفك في اعلى المراتب وارقى المراتب ان شاء الله. قديش كان لدولة الامارات دور في نجاحك استاذ باتريكس؟ يعني الفضل بيرجع لهالبلد اللي عم بيعطينا كل هول الاوبورتونيتيز موجودين. يعني اليوم تشوفي حواليك بالبلدان الخليجيه اللي حواليك في بلد او اثنين او ماكسيموم ثلاثه هن اللي بيعطوا هالاوبورتونيتي للشخص، ودوله الامارات واحده من هالبلدان اللي عن جد عم بيعطونا الامان والمستوى العيش الكريم. و يعني شو ذلك الرؤيه لحالها تبع الحكام هون بكفي. اكيد مش بس الرؤيه، اهم شيء في كثير ناس عندهم رؤيه، بدك تطبقي هالرؤيه بخطوات عمليه. وبتشوفي هون من دون اي غلط. صح. خطوه ولا خطوه، رؤيه ولا رؤيه عم يحققوها. الحمد لله. وقتها هن بيحققوا هالنجاح، نحن بس بنلحقهم. صح صح اكيد. سو من خلال حكينا عن دوله الامارات وقديش كان لها دور في بداياتك ونجاحك، حابين من حضرتك رساله شكر لشيوخها وقادتها. يعني الله يديمهم والله يخليه الله يخليهم فوق راسنا، من 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 شيوخ ابو ظبي لشيوخ دبي، كوني كنت بدايتي بالشارقه شيوخ الشارقه وشيوخ كل اكيد ان شاء الله بيضلهم بصحتهم، ومن فيجن لفيجن ان شاء الله بنصير بنصير محل احسن اكيد، ومتطور لتطور 2020. خلينا نخلص نشوف كيف نتيجه الاكسبو 2020، نشوف خطوات جديده سريعه. انا بعرف الخطه الطويله الامد موجوده، بس بدنا خطوات اكيد قريبه شوي من بعد الاكسبو 2020 تنخلي هالمومنتوم. اكيد بس ما في شك انه رح يعملوا شغل اكيد ان شاء الله. الله يديمهم على الدوله يا رب، وطول باعمارهم يا رب. استاذ باتريك، شرفنا كثير بوجودك معنا اليوم. شرف لي. واهلا وسهلا فيك. كلك ذوق استاذي. اعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم اليوم، نراكم في حلقه جديده.